السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. طبعا حضراتكم عارفين اللي احنا عندنا هنا البرنامج متنوع، بنجيب قضايا اجتماعية، بنجيب مشاكل أسرية، يعني المشاكل اللي بتتباعت على مواقع التواصل الاجتماعي دي، طبعا دي بتمس كل البيوت المصرية، فبنحاول إلى حد ما نحل معاكم جزء. بنجيب القواضي، بنجيب حاجات كتيرة قوي في مجتمعنا. طيب النهاردة بقى احنا قلنا ايه، نغير شوية، ما معناش الفقرة الطبية. ليه بقى؟ عندنا موضوع مهم جدا معانا، هي خاصة بكل أسرة مسلمة، ومعانا طبعا النهاردة فقرة اللي انتوا كلكم بتحبوها، وهي فقرة الشيف. هتقدم لنا النهاردة منيو اقتصادي وكل الأطفال بيحبها جدا جدا، أنا أول واحدة فيهم يعني كمان. ومعانا فقرة جديدة صغيرة كده ضفناها نظرا للمشاكل الكتيرة اللي بتجينا على الصفحة البرنامج الإعلامية داليا الشيف، الصفحة الرسمية، هي مشاكل سن المراهقة، اللي هو من 17 سنة أو من 16 سنة للخمسة وعشرين كده، وإزاي يتعاملوا مع الناس. النهاردة معانا الفقرة الشيف اللي كلكم طبعا بتستنوها، معانا الشيف حنان محمد. أهلا بيكي. صور الأكل عندك على السوشيال ميديا فظيعة، متحرمش من ذوقك أبدا. قناتك على اليوتيوب الناس بتشكر فيها جدا جدا، مبتكرة، عندك حتة الإحساس بالناس، يعني بتحاولي تديلهم الحاجات الاقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية طبعا الناس كلها طبعاً فيها أكيد. يعني دي فبتحاولي تقدمي لهم وجبة متكاملة. أي. وفي نفس الوقت على قد الإيد طبعا، وده حاجة بتميزك جدا الحمد لله. يعني بنقول ايه، في اكلات بناكلها اول الشهر، ايوه، وفي اكلات بناكلها نص الشهر واخر الشهر، وفي انت عامله لهم الموضوع ده، لان فعلا يعني التفاوت، ايوه، في من الناحيه الماديه بالذات، وحته الاكل بالذات كمان، يعني حته الاكل دي، يعني في بيوت بتصرف على الاكل في الشهر 10,000 جنيه اكيد، وفي بيت دخله 1000 جنيه، فمفروض الميزانيه بتاعته هي على قد ال 1000 جنيه يمشي بيها. انا لقيت عندك على القناه انت متبعه الاسلوب ده، ايوه، يعني اول الشهر حاجه كبيره، حاجه حلوه، ما معكوش، لا في بديل اهو، أيوه. ما حدش يزعل، صح كده؟ صح كده. طيب انت كده برضو في البيت عندك؟ ايوه في البيت كده، اصل احنا يعني ما نقدرش يعني نعمل حاجه فوق طاقتنا، احنا لابد ان يجي مثلا اول الشهر بنفرح عيالنا، ايوه صح، بنفرح عيالنا، بنجيب لهم الحاجه الحلوه. في نص الشهر بقى بيبقى يعني ايه، حاجه نص نص ونص، يعني ما تبقاش كده، وفي الاخر بيبقى اقتصادي خالص بقى، اخر شهر اقتصادي خالص يعني الحمد لله. طب شيف حنان محمد، ايوه، اسمك ده برضو على السوشيال ميديا ولا ليكي اسم تاني؟ لا، ليا قناة على اليوتيوب اسمها المطبخ لعبتنا مع حنان. مطبخ لعبتنا مع حنان، بس انت مطبخ اسمك لعبتنا. حنان محمد، حنان مطبخ محمد. لعبتنا مع حنان، المطبخ لعبتنا. طيب تمام، قولي لي بقى انت هتعملي ايه النهارده؟ النهارده هعمل بيتزا، هعملها بطريقة جديدة وحلوة، يعني كل الاولاد بيحبوا المقرمشات، يعني اللي هو البوب كورن، فاحنا هنعمل النهارده البيتزا، هم بيحبوها جدا، بدل ما تبقى مثلا بالجبن بس، ممكن يعني نستغل ورك فرخه، نعمل منه البوب كورن. هو ده اللي بقول عليه الاقتصادي، ورك فرخه هتعمل لكم بيها بيتزا، يعني ورك فرخه واحده، نعمل منه البوب كورن، لانه بيفرق كتير، بنقطعه مكعبات صغيره جدا، فبيفرق كتير، فبنقدر يعني بيرمي نستغل كتير. نقدر نستغله في البيتزا، ونقدر نستغله في حاجات تانية كتير برضو يعني. تمام. فانا النهارده هتبقى الوصفه بتاعتي بيتزا بالبوب كورن،
فشار الدجاج، حاجة سهلة وبسيطة. و تاخد منك وقت قد ايه بقى؟ يعني مدة التحضير تلت ساعة. تلت ساعة؟ يعني لو واحدة جاية من بيتها ومستعجلة على المطبخ جري العجينة تعملها العجينة تعملها قبل ما تنزل وتسيبها ولما ترجع تشتغل بيها، هي ممكن تخلص كلها على بعضها في 40 دقيقة. تمام. تلت ساعة العجينة لما تختمر، وبعد كده في المرحلة التانية اللي هي التسوية. حلو. التسوية على طول ما بتاخدش أي وقت، بتبقى كل حاجة جاهزة غير إن احنا نفرد العجينة ونحط الحشوات وخلاص على كده. حاجة سهلة. وممكن العجينة دي تحط في الفريزر كمان؟ وممكن نستغلها ونحطها في الفريزر لأي وقت احنا جايين متأخرين، مثلا جايين من بره متأخر، أي حاجة بنطلعها وبنشتغل بقى على طول. ماشي أوكي، هسيبك بقى تشتغلي. تمام. تمام، ونطلع فاصل صغير ونرجع نواصل فقراتنا. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا فضيلة الشيخ حسن الجنايني من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الشيخ، دلوقتي جت أسئلة كتيرة قوي وناس بتعاني فعلا، مش عارفين يعني إيه العلاقات الأسرية من ناحية الدين، من ناحية الإسلام. في مشاكل كتير قوي وفي لخبطة ما بين الناس، و مش عارفين المفروض هم المفروض يعملوا ايه، واجبهم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزواج من الأساس ربنا سبحانه وتعالى ذكره على انه مساق غليظ، وهذا المساق الغليظ لابد ان يكون كما يرضي الله سبحانه وتعالى. العلاقات الأسرية لابد ان تبنى على أسس. يمكن الإحصائيات اللي فيه ناس كتير جدا في بداية في مقتبل العمر وفي بداية الزواج حصل منهم طلاق وحصل منهم من عدم تفاهم. أول سنة كمان. من أول سنة ومن تاني سنة ومن تالت سنة. إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي يخلي البيت يهدم من قبل أن يكون بيت على أسس متينة؟ أكيد مفيش مراكز للتثقيف. المفروض في كل دول العالم في مراكز للتثقيف. الحياة الزوجية، إزاي تقدر تسعد زوجتك وإزاي الزوجة تسعد زوجها؟ ازاي يبقى في تواصل وترابط بين الزوج وبين الزوجه؟ ازاي نتعلم تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. لو قرانا القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اياته، يعني جعل الزواج ايه من ايات الله عز وجل، ان خلق لكم من انفسكم، يعني زوجتك حته منك، إن أكرمتها أكرمت نفسك وإن أهنتها أهنت نفسك. وحتى في قراءة من أنفسكم، يعني من أحسن حتة فيك كمان، مش من أنفسكم ده، من أنفسكم يعني من أحلى حتة فيك. أزواجا لي يا ربي جعلت هذا اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلاقات الأسرية لابد أن تبنى على السكن والمودة والرحمة والحب والتآلف والتجانس وكل حاجة جميلة. الزواج عشان الناس تبقى سعيده مش عشان الشقاء. الزواج عشان لابد كل واحد، الزوج سواء او الزوجه، كل واحد يكمل الثاني، تبقى حياه اسريه تبنى على تقوى، تبنى على حب، تبنى على موده وسكن ورحمه وكل المعاني الجميله الطيبه. لو بنيت على هذه الاسس، على اسس سليم في الاول، هتبقى العلاقات الاسريه وهتبقى الحياه الاسريه حياة جميلة، حتى لو نتج عنها أبناء هيعيشوا في بيئة ممتازة جدا، بيئة راقية جدا، يعرف الولد يطلع نافع لنفسه ونافع لوطن ونافع لكل الناس، هيطلع مفيش مشاكل نفسية ولا مشاكل عصبية، هو هيطلع الطفل من ذو النشأة هيطلع سوي. لكن بس ده راجع قدرة الشيخ لاختيار الزوج أو اختيار الزوجة. ده من الأول خالص، يعني بيبقى في سن مثلا كده اللي هو 22-23 ممكن بيتعرف على زميلته في الجامعة ممكن لا تصلح له، يعني مستوى اجتماعي مختلف ما بينهم، النشأة نفسها، وبيصمم اللي هو يتجوزها. هو موضوع الاختيار ده
في اسس ايضا للاختيار. يعني ما فيش واحد ابدا ممكن يعني اي واحده هيشوفها هيعجب بيها او هيحس انه كده هيتزوجها وخلاص، لا في اسس تانية. هو طبعا انه يشوفها ويعجب بيها دي شيء موجود في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها لعل ان يؤدم بينكما عشان تدوم المحبه والموده بينكم، وقال انظر في عينيها فان في اعين الانصار شيء. انظر في عينيها عشان ما يجيش بعد كده الله ده طلعت عينيها ضيقه، ده طلعت عينيها ما اعرفش ايه، ده طلعت ما... لا لا لا, 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 لا انت شوفها من الاول، انت شوفها من الاول. ولذلك حتى الصحابي كان بيقول كنت انظر اليها لاختبئ اليها لارى ما يدعيني لنكاحها. حتى للاسف بعض الناس قال لك ينظر اليها يعني ممكن يشوفها وهي مش عارف. لا لا يا لا الكلام ده مش للدرجه دي، الكلام ده مرفوض طبعا. لا انظر اليها يعني شوف، لان الوجه يعبر عن الجمال والايد بتعبر على قوام الجسد عموما. فانت لو شفت دول كفايه قوي هتقدر بقى، مش هنعمل زي بتوع زمان ابره وخيط وما اعرفش ايه وبندقه والسنان والكلام ده. ده كلام، ده الكلام ده خلاص يعني. لكن مجرد ما هو هينظر اليها وهيعجب هيلاقي انها مقبوله بالنسبه ليه وانه هو مرتاح نفسيا ان هو يشوفها، ده شيء مقبول وشيء جميل وشيء حلو قوي. مش مطلوب اكتر من كده يعني. طبعا ايضا مع الحوار يشوف ثقافتها، هل الثقافه متجانسه ولا لا. يعني ممكن هو يقول لها ايه رايك في الموضوع الفلاني في الشرق، هي تكلموا في حاجه حاجه ثانيه خالص. لا الدماغ طبعا مختلفه. لابد ان يكون في، ان ما كانش في تواصل بين الزوجين يبقى ما فيش حياه. يعني لما انا اقعد طول النهار وقاعد على النت وقاعد وهي كمان قاعده على النت او كل واحد مشغول بحاله كده، دي مش حياه زوجيه. هاي الزوجيه احكي لي النهارده عملت ايه، هي انا هي تقول له احكي لي انا مش فاضيلك. ايه مش فاضي، امال فاضل مين يعني؟ لو مش كنت فاضل لزوجتك وانك تحكي لها الا اذا كان في حاجه مزعلاه وكده برضه احكي لها، ممكن تفضفض عليه. ده ربنا قال لتسكنوا اليها، يعني هي مصدر الحب، مصدر السكن، مصدر كل حاجه من اول ما يدخل من البيت. يعني في زوجه تقابل زوجها الحمد لله على السلامه نورتنا، ايوه انت اتاخرت عليا ومش وتحسسه انها ملهوفه عليه وعايزاه وعايز يقعد معاها وكده، وده ده المفروض. وفي واحده انت كنت فين لحد دلوقتي؟ طب قول والله العظيم انك ما كنت مش عارف فين، اكيد انت كنت مش عارف. طب في زميلتك مش كلمتك مش عارف. طب انت ما اعرفش مش كلمت. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وانا جاي عشان يتفتح محضر ليا، وانا جاي عشان يتحقق معايا، ولا جاي لتسكنوا اليها؟ انا جاي عشان ارتاح في بيتي. ولا عشان كده بعض الستات تقول انا جوزي هربان من البيت على طول. ما هو بطريقتك ده ما يهربش، بس ده هو عايز فك اسره يا شيخه. ده ربنا قال لي تسكنوا اليها، يعني يكون انت مصدر الحب والسكن والموده والرحمه. ان هو جاي تعبان محتاج اللي طبطب عليه، محتاج اللي يقول له كلمه حلوه. اليوم بيفضلوا طول اليوم مثلا بال 12 ساعه كمان شغالين، ومجرد ان هم يدخلوا البيت يلاقوا مشاكل بيبقوا مش عايزين يرجعوا من الاسلوب ده. والله من المشاكل اللي بتعرض علينا والاسئله اللي بتسال، بتلاقي احيانا الزوج بيكون هو السبب واحيانا الزوجه بتكون هي السبب. يعني في زوج برضه هامل بيته وما ولا مش فارق معاه ولا، طب سيب لنا حتى مصاريف ربنا يبعت، وهو يروح يقعد على القهوه ويصرف مثلا 200 جنيه ولا 100 جنيه على القهوه وسايب بيته من غير ولا جنيه واحد. طب مين ده؟ سيدنا النبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي الحديث الاخر ان يضيع من يقوت. انت بتضيع اولادك، انت عملت ايه لاولادك؟ في واحد تاني على النقيض يقول لا انا بعمل عشان اعمل لهم مستقبل. يا عم المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. يا اخي عيش يومك، خدها نصيحه مني والله، عيش حياتك النهارده بكره ده في يد الله. عجبا لك يا ابن ادم تطلبني برزق غد ولم اخلق غد، انت بتدور على بكره، بكره ده بتاع ربنا. ما في ناس عملوا اساطير وحاجات علشان بكره بكره بكره، وجاءت كورونا وقفت لهم كل حاجه. بكره ده بتاع ربنا يا ناس. عيش يومك من يعني من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي دي السعاده، هو ده الحب، هو ده التواصل. اما اني انا قاعد مهموم ليل ونهار وعمال يحسبها وعمال يبص لبكره وعايز اعمل مستقبل، يا سيدي اعمل مستقبل لما يكون في فائض، اعمل مستقبل. ومش مرفوض على فكره، لان بعض الناس يقول لك لا ما ينفعش ما تسيبش حاجه لبكره ومش، لا يا حبيبي سيدي. سيدنا النبي كان ياتي لازواجه الحبوب اللي هي المدخره دي ما يكفيهن سنه،
عشان بقى ما نقعدش نغلط بقى ويقول لك ايه كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليوقد في بيت رسول الله نار. يا اخي دي في مرحله زمنيه، اما في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم كان عنده من الخير ما يكفيه، لكن كان يتصدق. تاتيه الدنيا، الراجل جاي له وبعدين شاف قطيع من الغنم، فالغنم العرب يعني بيدوبوا لما يشوفوا الغنم، بيحبوا جدا الغنم، غنيمه زي ما بيقولوا. فقعد ينظر الغنم، والنبي بيدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وده عينه على الغنم ودي حياته كلها في الغنم، وعمال يبص على قطيع الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعني يشفي ما في نفسه، قال اي عجبك هذا وعجبك او الغنم؟ قال له بلى يا رسول الله. قال هي لك، خدها كلها، خدها كلها ليك، ده اصلها دنيا منتهيه، خدها كلها لك. الرجل خد الغنم ورجع لقومه البلد بتاعته كلها، ايها الناس اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. اسلموا عشان هو ما بيخافش من الفقر. فالنبي بيعرف كان بياتي على الدواء المناسب لكل انسان. فالحياه الاسريه اعظم وارقى من ان نعيش في هم ولا نكد ولا كده. يبقى ما عايشاه طول العمر في نكد، واول ما يموت يا جماعه ده كان ايه؟ تعرف قيمته بقى بعد الوفاه. طيب جات لنا اسئله كتيره قوي، وعايز اخد راي حضرتك في موضوع انتشر دلوقتي كتير، مبادره تعدد الزوجات. ناس كتيره قوي بتسعى للموضوع ده. انا ما بشوفش طبعا الموضوع ده بيسعوا منها من ناحيه الرجال، هي طبعا الستات هي اللي عايزه تنشر الموضوع تعدد الزوجات، نظرا طبعا حضرتك عارف ان السن النساء كبر ومفيش جواز وكده، فبيرشحوا الزوجة التانية، ومش تانية بس كمان، ده بيرشحوا التانية والتالتة والرابعة. لما نبص للموضوع ده في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها، ازاي؟ والله يا حضرتك ضغطت على يعني اصبت يعني انت عايز تتجوز تاني؟ وماله، من حقك، بس قبل ما تتجوز لازم في حاجات، لو متوفرة هذه الشروط اتجوز، مثنى وثلاثة ورباع، محدش يقدر يحرم ما أحل الله. صح. ولكن كل الأمور بضوابط، مش يبقى راجل شغال على باب الله يوم بيوم وبيشتغل طول اليوم وطالع له 100 جنيه في اليوم أو 50 جنيه في اليوم، وبعدين يقول لك أصل أنا عايز أعدد عشان أصيب السنة. سنة إيه يا حبيبي؟ سنة إيه اللي أنت بقى بتقوله يا حبيبي؟ ده إذا كان الزواج تعتريه الأحكام الخمس، قد يكون الزواج حراما من ضمن الخمسة، قد يكون حراما. ليه بنفسرها دي بقى؟ عشان ما تتاخدش كده الجمله. انا بحبوا الحاجات دي. ايوه بحبوا الحاجات دي. اما انا بقول لك الزواج قد يكون فرض واجب يعني، وقد يكون مستحب، وقد يكون مكروه، تعتري الاحكام الخمس. لكن امتى قد يكون حراما؟ اذا تزوج الرجل امراه وكان سببا في ضياعها، بمعنى راجل محل يعني حالته على قدها ومعاه زوجه وعايش وعنده اولاده ومش قادر يكمل مصاريف البيت وروح يتزوج باخرى. طب انت بتتجوز تاني وانت مش هتقدر تصرف عليها، مش هتقدر تصرف عليها، يقول لك ما ربنا يبعت. ربنا يبعت يا اخي، بلاش الحاجات دي، خد اعقلها وتوكل. ما ينفعش انك انت تقول لها ما يا اخي انت يا اخي هتكفر والعياذ بالله، ده ربنا هو الرزاق. انت عملت ايه عشان يبقى ربنا هو الرزاق ليك؟ ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. سيدنا علي كان بيقول لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من ذل السؤال. قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. العار اني امد ايدي، وانت لما تتزوج التانيه دي ضيعت الاولى وضيعت ابنائك وضيعت الزوجه اللي انت تزوجتها التانيه دي، منتظر ايه تاني؟ وتيجي تقول لك ده شرع ربنا، انت بتدور على شرع ربنا في كده؟ انا ما بقولش كده، معنى كده ان انا بانكر موضوع التعدد؟ لا يا عم عدد، بس لما تكون قادر يعني رجل عنيد. قادر اللي انت تفتح بيت تصرف عليه، تعدل ما بين هنا وما بين هنا، ما بين اولادك هنا وما بين اولادك هنا، مش مساله اللي انا اتجوز كده وخلاص. هم واخدينها كده يعني، بدل مثلا لا ان الزوجه الثانيه ممكن ان هي تصرف على البيت معاه فخلاص ممكن نتجوز. لا، ده الغريب انه يقول ما انا هدور على واحده موظفه عشان تصرف عليا. تصرف عليك يا اخي، اين رجولتك؟ يعني فين اصلا القوامه بتاعتك عشان هي اللي عشان انت عايزه هي اللي تصرف عليك؟ طب انت ازاي تامرها وتنهاها؟ ازاي هتقول لها اعملي وما تعمليش؟
ازاي وهي اللي بتصرف عليك. أيوة. يبقى هي المفروض هي اللي تقمص دور الرجوله نعكس بقى وانت بقى اقعد اطبخ في البيت وتجهز الادوار بقى تتعكس فعلا. يعني انتشرت قوي على السوشيال ميديا الموضوع ده التعدد الزوجات وان الزوجه الاولى هي اللي بقى فيها انانيه قوي ان هي مش عايزه جوزها يتجوز عليها وتلاقي الزوجه الثانيه الاولى دي يعني طفحانه الدم بتدبرها من هنا ومن هنا عشان البيت يمشي والاقي السكه الثانيه مفتوحه. والازواج دلوقتي بقت ايه تقول اسهل حاجه من مشكله صغيره انا هروح اتجوز عليكي. طب انت عارفه حضرتك منهي عن ان الواحد يقعد يقول لمراته انا هروح اتجوز هروح اتجوز ده انا هتجوز ده كده. اولا اللي بيقعد يقول كده بيبقى نفسه فعلا يتزوج لكن مش قادر يتجوز او مش لاقي المناسبه اللي لكن يوم ما يلاقيها هيتزوج. يا اخي ما ينفعش حتى تعامل زوجتك بالطريقه دي. انت لو هتتزوج محدش قال ان الزواج حرام انك تعدد انك يبقى عندك مثنى وثلاث واربعه مش حرام ولكن بضوابط. اذا كنت انت قادر على كده تزوج ربنا يا سيدي دي لو قادر يزيدك. لو قادر لكن ما تبقاش انت هتكون سبب في ضياع اسرتين الاسره الاولى والاسره الثانيه لانك انت لا معاك هنا ولا معاك هنا. وبلاش شغل بقى الدروشه بتاع ايه ربنا هيبعت وربنا هو اللي بيرزق وربنا ايوه يا سيدي هو صحيح بس انت عملت ايه يعني انت عملت ايه عشان كده. وقال ليس الانسان الا ما سعى. انت اسعى ويبقى معاك وتقدر من غير ما تقتر على البيت لان ولا ان تضع اللقمه في فم زوجتك لك بها صدقه. انت لما تاكل مراتك يا اخي ليك على كده اجر من الله سبحانه وتعالى. كيف تترك هذا الاجر وتحرم اولادك وتحرم والله في بعض الازواج ممكن يكون يسيب البيت من غير مصاريف وما فيش وكده ويروح هو يصرف مبالغ كبيره او كل اللي معاه في حاجات يعني لا قيمه لها ولا وزن لها ابدا وسايب بيته. يا اخي اصرف وعيش سعيد واسعد نفسك ولكن مش على حساب اولادك ولا على حساب زوجتك. عايز تتزوج وماله اتفضل بس يكون عندك المقدره الجسديه والنفسيه والماليه كل شيء. يعني يقول لك من حبيبي واحده يكون عندها شقه وتكون موظفه عشان تصرف بقى وتكون يا اخي بالله عليك ده زواج اللي انت بتفكر فيه ده زواج. يعني هي لو قعدت من شغلها لاي لمرض او لسبب هتطلقها على طول. ايه الزواج اللي مع عقاف التنفيذ ده؟ وللاسف يا فضيله الشيخ كمان انتشرت ظاهره دلوقتي يقول لك ايه الراجل يكون متزوج يشوف واحده مثلا ايه في الشغل عجبته في النادي بتاعي يقول لك طيب ماشي خلاص انا اجرب الاول زواج عرفي لو الدنيا كويسه وقدرنا نقلبه شرعي. الموضوع ده دلوقتي بقى في المجتمع وبقى كتير. الزواج بتاع التجربه ده انا بعتبره من اول يعني مبني على يعني على غش وعلى تدليس. بقى انا هجربها اذا كانت هي كويسه ابقى اكتب رسمي ولو مش كويسه ابقى اطلعها. طب لو انت اللي طلعت انت مش كويس هتطلعك ازاي؟ ده في اللي اشد من دي حضرتك انه يعقد عليها عرفي وبعدين يسيبها ولا يصرف عليها ولا يروح لها بالشهر وبالشهرين. كانت نزوه كده في الاول. طب يا ابن حلال انت لا بتيجي ولا انا عايشه ولا كده. طيب وبعدين طيب يا تعيش بالمعروف يا تطلقني. لا ما يرضاش عند ده. شوف العند وده حرام طبعا. ربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعني ده اعتداء حرام عليك اتق الله. طب امال يعمل ايه بقى؟ تروح المسكينه بقى عشان تطلق يعني تدوخ السبع دوخات هتعمل ايه؟ رقم واحد لازم تثبت الاول ان في زواج ما هو كان عرفي فلازم تثبت ان في زواج فتروح تثبت في المحكمه بقضيه ان ده زواج. وبعد ما تثبت انه زواج ويبقى في قسيمه زواج تعمل خلع او طلاق بعد كده برضو. وكل ده طبعا مصاريف طبعاً وهي مسكينه مش لاقيه اللي يصرف عليها هي. والله العظيم من المشاكل اللي بتتعرض علي يعني ممكن واحده تقول حتى الحلق بعته وما عنديش حاجه اقدر اصرف عشان اتطلق منه. انا بقول لها ما انت السبب. انا على طول بقول لها انت السبب ومش عايز اغلظ عليك الكفايه اللي انت فيه. بس انت ازاي تتزوجي واحد لا تثقي فيه؟ ازاي واحد تتزوجي واحد لا تأمني اليه عارفه ان هو ممكن يضيعك عارف ان واخدك تجربه لازم يكون في ثقه واخدك على انك تجربه وفي زواج على انه حاجه اسمها تجربه
امال في اللي تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ده ينفع ده الزواج؟ ده دي طريقه زواج؟ في مشكله جات لنا بقى دي من احدى الزوجات. عايزه حضرتك توجه رساله للزوج. تمام. هي زوجه رقم 3 ما شاء الله، يعني دي البدايه بتاعتها. رقم 3 زوجها اتجوز قبل كده 2 طبعا قبلها، طلقهم ومخلف منهم، وبيلعب هو موظف كاتب حتى مرتبه 5000 جنيه، بيلعب في الحته اللي هي بتاعت الدخل عنده، بحيث اللي هو ما يديلهمش غير حاجه بسيطه. وهي خلفت منه ولدين، وبعدها اتجوز جوازه رابعه وخلف كمان ولد وبنت. بقى في دلوقتي صراع ما بين الرابعه وما بين هي. الهي جاب اهله وراحوا خطبوها واتجوزوا من بيتها عادي. الرابعه هي طبعا كاتبه حاجات، بس يعني مش ضروري اللي احنا نقولها. الرابعه دي عن طريق واقفه في محل عجبها راحوا، يعني ايه، هي بتقول لك هي الرابعه كمان اللي ايه اللي جوزته، يعني اخدته كده واتجوزته. فدلوقتي في اهمال كبير قوي من ناحيه ولاده. مجرد بيجي بس كده بتقول بتنزل السبت، يحط لها المصروف ويمشي يروح للرابعه، وقاعد اقامه معاها على طول، وسايب دي وحتى ولاده من الاثنين اللي قبلها، مجرد اللي هو حاجه كده بيديهم حاجه بسيطه كده عشان لاعب في الدخل بتاعه بتاع الوظيفه بتاعته. عايزه حضرتك توجه رساله لزوج، اقول ايه، خساره في كلمه زوج يعني بصراحه. هو ده اللي يمكن كتير جدا من بعض النساء اللي هم بيعملوا خلع او طلاق. هو بيحاول ان هو يجيب مصدر دخل قليل عشان ياخدوا نفقة قليلة. انا هقول لك ايها الزوج، النفقة القليلة دي اللي انت عمال تعمل المستحيل عشان دي لاولادك مش لها هي. ما هي خلاص. لو هي مطلقة خلاص. انت بتحرم اولادك، يبقى انت ضيعت اولادك. يبقى سيدنا النبي قال كفى بالمرء اثما، يعني كفاية عليك الذنب ده. كفاية عليك الذنب ده يا اخي. يعني اين انت من الله انك تضيع اولادك؟ ونرجع نقول اطفال شوارع. ونرجع نقول ده في طفل مريض نفسيا وبيسرق من غير ما ياخد باله. ونرجع نقول ان في الولد لما يروح المدرسه وما يدفعش المصاريف، وبعدين بعد كده ما يدخلوش الامتحان عشان ما بيدفعش المصاريف وحاجات زي كده. ونرجع نقول المشاكل دي المشاكل ماليه المجتمع. طب ما احنا اللي عملنا المشاكل وما ظلمناهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انت يا اخي انا ما بقولكش ما تتزوجش، لكن مش كل واحده تتزوجها وتخلف منها وترميها، وتتجوز الثانيه وتخلف منها وترميها. ايه طب الابناء دول؟ يعني ممكن للاسف ممكن بعض الزوجات ما يعرفوش بعض، ولا الاخوات اللي هم من الاب دلوقتي يعرفوا بعض. ممكن ياتي يوم من الايام يكون الراجل توفي او الراجل مسافر، او يتقدم الولد لاخته ما يعرفش، وما يعرفش ان دي اخته. يعني ما هي دي الكوارث، هي دي المصائب اللي بتتم. وبعدين احنا اللي بنعمل المصائب دي، احنا اللي بنعمل الكوارث دي. لما انا احارب واروح المحكمه واقف قدام القاضي واقول له ان انا ده انا دخلي ده انا على باب الله وكده، يا راجل متجوز اربعه وعلى باب الله، امال لو انت يعني كده هتبقى على باب ايه؟ يعني حرام عليك، يعني اتقي الله، انت بتضيع اولادك. كفى بالمرء اثما، كفايه عليك الذنب ده. ده دول اولادك. ده ربنا سبحانه وتعالى هيسالك يعني عن الابناء يوم القيامه، هيسالك عن كل حاجه. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. ربنا هيقول لك انت ضيعت الولد ده ليه؟ يعني ايه ذنب المسكين ده انك سيبته وعمال تدور على انه ياخد اقل القليل؟ وفي الاخر بيدوروا على مبادره تعدد الزوجات، او شايفين الحالات اللي هي تعدد الزوجات اخرتها ايه؟ اللي هو زوج مش قادر اللي هو يفتح اربع بيوت، يطلق ويرمي ويطلق ويرمي، وفي الاخر الضحايا مين؟ الولاد. يعني الزوج لما يتقدم لزوجه على الاقل تسأل عليه متزوج، خلاص يا ستي سيبيه في حاله، سيبيه لبيته وعياله أسرته. قادر اللي هو يفتح بيت تاني يفتح، محدش قال حاجة.
بس يا ريت كمان يبقى بعلم الزوجه الاولى يا فضيله الشيخ، ما تتفاجئش كده والدنيا بقى تلاقيها اللي قامت. اهم من علمها انه ما يضيعش الزوجه الاولى وما يضيعش الابناء. يعني افرض انا خلاص بيني وبين زوجتي خلاص احنا ما فيش اتفاق ولابد في صوره اسمها صوره الطلاق موجوده. والله انا عايز اطلق. لا انا مش عايز اتطلق وخليني على ذمتك، وانا عشان ما يبقاش حرام عليا. لا انا موافقه على كده. طالما موافقه مش حرام عليك. السيده سوده لما اراد النبي ان يطلقها قالت لا تطلقني يا رسول الله عشان تكون زوجته في الجنه، وتنازلت بليلتي لعائشه. انت عايز تروح مثلا عند عائشه الليله بتاعتي؟ مش لازم، انا ست كبرت ومش محتاجه، يعني كفايه بس ان انا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي القضيه، يعني في تفاهم في تواصل، مش يقعد يختلق المشاكل عشان هي اللي تطلب الطلاق. في بعض الازواج ربنا قال فلا تعضلوهن، يعضلها يعني يعضلها يعني يخليها هي اللي بتطلب الطلاق عشان هي اللي عايزه الطلاق. هي عشان تتنازل، عشان تتنازل عن حقوقها. فيقعد بقى ينكد عليها بالنهار والنهار ومشاكل بالنهار، ويدخل يشخط وزعق يا عمي ما تطلق بالمعروف. يعني وسرحنا سراحا جميله، يعني شوف القران وجماله يعني بالمعروف. مش هيبقى فيه مشاكل والله بالمعروف. بالمعروف ما يبقاش ليه يا اخي؟ طب ليه حتى يعني سيب حتى حبل صله عشان خاطر الاولاد، دول اولادك اللي هتسال عنهم. فحاول ما يحصلش فيه مشاكل، طلق لكن بالمعروف يعني بالود. انا مش قادر خلاص، او انت مش قادره خلاص، وماله الحياه ما انتهتش لحد كده. لا في طلاق، وفي سوره اسمها سوره الطلاق، وممكن ابدا حاجه جديده بالمعروف، وانت تبدا حاجه جديده كل واحد. بس يبقى بالمعروف، بالمعروف لكن مش بالمشاكل واقعد انكد عليها بالليل النهار عشان هي اللي تطلب. طب شوف يا جماعه اهو اشهدوا، هي اللي طالبه الطلاق، ما لهاش حاجه بتتنازل. والله في اسئله كتيره قوي، وخاصه كمان في موضوع الاخوات مع بعضها. بقى في اخوات نعمه وبقى في اخوات نقمه على بعض، من المشاكل ومشاكل الميراث والزوجات لا في موضوع تاني، بس ده ان شاء الله هيبقى حلقه تانية حضرتك تشرفنا فيه باذن الله. بشكر حضرتك على الفقره دي. ربنا يبارك فيك يا شكر حضرتك. الله يحفظك. هنطلع فاصل ونرجع تاني نواصل فقرتنا.